يحتوي لعاب الإنسان على مسكن أقوى بستة مرات من المورفين، فما هو؟ هنالك مسكن طبيعي للألم في لعاب الإنسان، هذا المركب تمت تجربته على الجرذان واتضح أنه أقوى بستة مرات من المورفين. في 2006 تم اكتشاف مادة جديدة لتسكين الألم بقوة أكبر بستة مرات من المورفين عند اختباره على الجرذان، يتم إنتاجها طبيعيا في الجسم البشري. مسكنات الألم الطبيعية نادرة جدا، ويأمل الباحثون أن هذا الاكتشاف الحديث يتم تسخيره لعلاج المرضى. المسكنات المنتجة طبيعيا قد تساعد على تجنب بعض الآثار الجانبية التي يعاني منها المرضى الذين عولجوا بالمركبات الاصطناعية مثل المورفين. يشمل ذلك الإدمان والسماح بالاستعمال لفترة طويلة، ولكن المادة الجديدة يجب فحصها أولا للتأكد ما إذا كانت دواء فعالا. أطلق على المركب اسم أوبيورفين، حيث قام كاثرين روجو وزملاؤها من معهد باستر في فرنسا بالإعلان عن الاكتشاف في الأكاديمية الوطنية للعلوم بأنه يعمل على إطالة فترة دفاع الجسم ضد الألم عن طريق منع انهيار مواد كيميائية تسمى أونكوفالين، والذي بدوره ينشط المستقبلات الأفيونية التي تمنع إشارات الألم من الوصول إلى المخ. تتبع فريق روجو المركب الجديد بعد العثور سابقا على مسكن طبيعي مشابه في الجرذان يسمى سيالورفين، لذا تساءلوا ما إذا كان البشر يمكنهم إنتاج شيء مثل هذا القبيل. وخلال تحليل عينات من اللعاب وجدوا أوبيورفين، وتقول أليستر كوربيت المتخصص في المواد الأفيونية في جامعة غلاسكو كالدونيان بالمملكة المتحدة أنها تعد أول مادة طبيعية يمكن العثور عليها في البشر التي تؤدي هذه الآلية لتخفيف الألم. ولكن من غير المؤكد أن أوبيورفين لديه دور تسكين الألم في الجسم، بل يمكن أن تلعب دورا في حماية الجسم عامة والمواد الكيميائية في التحلل. وللتوضيح أكثر، يبدو أن أوبيورفين يعمل على الألم الناجم عن كل من وسائل الكيميائية والفيزيائية عندما حقن الفئران بطريقة مؤلمة. ظهرت استجابات ضعيفة للألم مثل اللعق عند حقن مخلب، كما انخفضت حدة الألم عندما سير الفئران عبر أسطح المغطاة بدبوس. وقد حاول الباحثون في السابق جعل المركبات الاصطناعية تؤدي نفس الوظيفة لحماية أونكيفالين، لكن دون نجاح يذكر. وأضاف روجو، تثبيط عمل هذا الإنزيم سيكون هدفا مهما للأدوية، ولكن لم يبحث أحد عن مثبط طبيعي. ولكن ساندي ماكنايت المدير المساعد السابق لمركز بحوث علم الأعصاب بارك ديفيس في كامبريدج المملكة المتحدة أصدرت مذكرة تحذر فيها: البحث كان شاملا جدا، وعلى الرغم من هذه الجهود قد يتم التوصل إلى مثل هذه المخدرات بعد التجارب العملية، وأنه من غير المرجح أن وصفة الأوبيورفين ستكون حافزا كافيا للكيميائيين لمضاعفة جهودهم. مثل مادة الأوبيورفين، من غير المرجح أن تكون متخصصة بما يكفي لحماية تحلل الأونكوفالين وحدها، وهذا يعني أن المركب قد يكون له آثار جانبية غير متوقعة.